المرحلة ديال التعليم ديال الابتدائي كل هاد وزع عندي في القسم. على كل حال كان واحد التلميذ نجيب بعدا وكان خلوق، ومن ديك المدة وانا كنعرفو يعني بالمثابرة ديالو في الدراسة ديالو انه تحصل على انجينيور في المسائل اللي هي عندها على العلم ديال الكهرباء الى اخره، والان الحمد لله عنده يعني واحد المكانه مرموقه في الشركه اللي خدم فيها. يعني هو يعني مسير لواحد القسم كبير بزاف عنده في الشركه، والناس تقريبا كلهم في هذا البلده هذه الا ومصطفى عندهم يعني واحد الشاب اللي تيتمنوا انه يكون قدوه للشباب. علاش قدوه للشباب؟ بالنسبه للاخلاق ديالو، بالنسبه للتربيه ديالو، بالنسبه يعني للجد في التعليم، يعني واصل التعليم ديالو. بنت ريسبكت هي بلانغيك اذا هي قالت لي ما يديتش ريسبكت انت هوف لاتر ار مودون بوزيتيف انجستيلد probeert de mensen altijd iets positiefs over te brengen. En van iedere negatieve ding, dan maakt hij iets positiefs van. Altijd positief, altijd zijn, vol energie. وبالنسبة للشيوخ طبعا مفخرة، لأن واحد إنسان اللي هو مهاجر، واحد إنسان اللي هو منهم، أنه استطاع يعني يحول ذاك النظرة اللي كانت بالنسبة للخاص العربي درس اللي كانت. يتسمى انا اغدي هي متسايع يتسمى يتمس فهمك يودان فهمت نبدا كيضحش وني تاش نحاش يتعاونيت مريز ما يتعاونيت نغي قاري يودها مني خصنا مني خصن مهم زعما يدافع يرخدم مثل الناس هاي يرخدم مثل الناس هاي يرخدم مثل المسجد البلد انسان كيساعد الناس يعني الى بغي الى احتجتيه يعني كتلقاه. المهم عنده واحد الجانب الانساني مهم بزاف، يعني في ما كاين شي عمل انساني كتلقى مصطفى موجود كيخدم للناس اكثر اللي كيخدم للدار ديس ان اوتسوندرليك فيغور مان دي ايغليك اوب فان اوب كان سكان دات اسو وات وات زيت وات وات هي زيت از ات از ذا واريد اوف از ذا ايرليك ان ايرليك مينز ان ايرليك يوم انسان يعني طيب انا كان نعرفه يعني منذ طويله وشهاده ديال الجميع بان انسان طيب والخلق ديالو طيب والابتسامه ديما على وجهه انسان كيعاون الكبير والصغير وهو كي عنده الناس كلشي بحال الكبير بحال الصغير يداع بالصغير ويداع بالكبير يعني صديق الكل وديما مبتسم. هو الا غير سلم عليك لابد خص يقول لك شي كلمه هكا يعني ديال البسط زيت مزين الناس استنخدم انت لدى الوالدين الناس ايش فاميليا تصبح انت بزاف الشاب يعني فيه الحيوية وفيه النشاط يعني كيسهر على الشأن العام ايلا بي هالدا دور بسيت هات نيت في نيكس دينامو تكفونه فان وي زين هالدا دي استقاء تم لكل وجهيات سواء مغربيين او الذي ذي هولنديين اجوا ثلاث واعي بزاف وقاري غاسج مستوى التمقرنت وشين غنغدي سيج انتقاء التمقرنت بزاف als een gedreven persoon ja een voorbeeldfunctie inzet voor jeugd sport ja hij is ook altijd goed bezig met de jongeren hier om ons heen. Hij probeert altijd, hij heeft ook een paar keer organisatie gehouden om jongeren toch bij elkaar te komen. Insan tamoeh, insan en doel gira ala din dialo, ala nas dialo, li nas mgarba, susan, ul ajani biaf sfa'amma, insan teishuf l'qaddam. Mustafa, kseb tajriba siyasiya muhimma, yani la yustahanu biha, لان الوقت اللي دخل الحزب ديال السي دي ا يعني اكتشف نفسه واكتشفوه الناس قالوا له احنا بغيناك يعني نرشحوك تدخل معنا في المجلس البلدي فقال لهم مصطفى انا ما عنديش الوقت قالوا له احنا بغينا دوك الناس اللي ما عندهمش الوقت لان الناس اللي ما عندهمش اللي عندهم الوقت ما بغيناهمش كاينين بزاف فهذا هو البدايه ديالو رغم انه ما كانش عنده الوقت من يسمع هذه الكلمه هذه عجبته حتى هو ومؤثره عليه لحد الان فهنا بدا المسار ديالو السياسي في الحزب ديال السي دي ا
على المستوى المحلي. إن كان في البلدية حسينا بالخدمة ديالو، فبطبيعة الحال كون ماشي داك الخدمة ديالو والتعاون ديالو ما غاديش تلقانا في هاد البلاصة في هاد المعلمة التاريخية. على كل حال دوز وقت طويل في المجلس البلدي كعضو ديال المجلس البلدي، وكان يعني فراكسي فور زيتر كما كيقولوا بالهولندية ديال الحزب ديال السي دي ا، والآن راه هو رئيس ديال الحزب ديال السي دي ا يعني في البلدية اللي مسميها بيلاماس، ودابا راه مرشح للبرلمان. Dat is echt iets wat Nederland nodig heeft, zeker in deze tijd. Met alle negatieve beelden die over de islam op tv komen en in het nieuws komen. Dat is Mustafa Elmas een goed voorbeeld van. Hij is een moslim die toch in een autochtone gemeenschap toch zijn mannetje staat. Houdt u al-Ada liktebo programmeerslieden die al CDA. Strategisch beraad, gewoon een winnennes liktebo wachtto al-Ossus Jdida die de CDA. مصطفى عنده واحد التوفيق ما بين الحداثة، يعني إنسان يعني الحمد لله أنه استطاع يوصل في العلم اللي هو حديث يعني إلى آخره واحد درجة كبيرة في الشركة دياله ولا في الحياة دياله يعني السياسية ولا في المعرفة دياله العام، وفي نفس الوقت يعني ما كيفرطش في الثقافة دياله. الجذور دياله ما سمحش فيهم، التاج ديال كل شيء ديال هذا الشيء هذا وهو الإسلام الدين، وهو الحمد لله هو الرئيس ديالنا ديال المسجد، وهو اللي ساهم واحد المساهمة كبيرة في البناء ديال هذا المسجد. رئيس بعد ديال اللجنه ديال المسجد السي مصطفى، يعني راه رئيس يمكن راه باش يكون واحد الانسان زايد في هولندا ورئيس ديال المسجد، يعني خص يكون عنده واحد الخلفيه في الدين اولا، لان هو قلنا كما قلنا متخلق حتى دينيا، ولعب دور كبير في بناء هذه المعلمه التاريخيه، فهو كان مكلف بالبناء وكانت عنده علاقه واسعه مع الناس ديال البني كيعاونونا بزاف، يخدم يجندور حتى قرانت اكباو بدرايف انا يعني خدمه لي في مسرينا. انت مصطفى دي انجينيور دي فاكت، وزيد بالزياده غاسي تما المعلومه ثاني اخر بنيان يعاون ديه مزيده بزاف. فيل بتروكن جويس فيل كومونيسيرت هاي فيل اوزوس اوف فورغروند اوف اوف اخترغروند فيل جويركت ان دار كثير في المسجد، ما كاين عس مسكين، هو اللي قلب على تاشرون اللي يبني المسجد، قلب على فين يجيب السلعه، قلب على كل شيء، وكيخدم بيدو ويخدم بالمال ديالو ويخدم بالنفس ديالو. القدرات ديالو والمهارات ديالو يعني حطهم كلهم في الخرفة في الصالح ديال المصلحه العامه، وعلى راسها يعني المسجد ديالهم اللي هو الان واحد المعلمه يعني من المعالم ديال منطقه ليمبورغ. مكانة في الحزب وعنده المستوى أنه الإنسان يعود عليه يدافع على المطالب ديال المسلمين بصفة عامة في هولندا. أنا بصفتي إمام مسجد الهدى كندعو جميع المواطنين إن شاء الله للتوجه نحو ترشيح إن شاء الله على الشخص على مصطفى أمهوش. أنه تصويت على هذا الشخص تصويت على واحد الأمانة اللي هي غتوصل. هذا الأخ هذا الشيء اللي تيوعده تيقوم به، وإنسان نظيف وإنسان يعني متواضع جدا. يجب نادم عجيب خلق نستم سبحانت، شتمني غزق مغربيين أتعاون
هذا سنو شتي قميم بنادم غاس غانا ذي عاوني مغربيين غاس غانا ذي سبيين مغربيين من عالم ذي هولندا. هذا حق واجب على كل واحد أنه يمشي يصوت صوته على مصطفى ومصطفى داك الشيء اللي وعدكم به راه غادي يدير ان شاء الله. هذه مسار اي مغربيين هذه بد ذي البرلمان أثنزا ان شاء الله غاس يجي المستوى التقرنت عاود كنا يعني الجاليه المغربيه اللي تعيش عندنا ثاني والزوق كنا باش هذا المنمار هذا كنجن هذا عندنا المنمار باش نتخبن قصيده وانا ثاني. وكنصح المغاربه كاملين يصوتوا على هذا الشخص لانه انسان معقول وغادي يقدم لهذه الجاليه شيء الكثير ان شاء الله. الله الحظوظ ديالو غتكون ممتازه وحنا غنصوتوا عليه. نتمنى الأخ مصطفى كل التوفيق للانتخابات من اليوم إن شاء الله على البرلمان. أنا كان أقول لك بلا هولندية زي كويتة كان شو بلاستو في البرلمان إن شاء الله 100% فغستم صندوق استم كم تلا إكسهوك استم مصطفى أماش استم مصطفى نتيجة لك هيك مصطفى استم إن شاء الله مهم إحنا والعائلة كل شيء وش غير إحنا نص الصوت خاص نص خاوين عم طبيعة الحال عم طبيعة الحال سي مصطفى نصوت عليه 100% وحتى العائلة ديالي وحتى الأقارب والأصدقاء اللي كنعرف أنا شتاملك نوعوك من هي اللي كزين شتامل أوبام مني غا تصوت خمس فهمها وش وتمني غا خصوتني وغا المارج وذي يهم بول حيزب ولي يهم أي الشخص يتهمي مصفى مها وش يخصي خاص انتخ واسمالك استماء مش أثماء ذين ودك استماء يعني نشدوا على ثمار ديالو باش تحت تصوت مصطفى امامه ستيم اوب مصطفى